السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما كويسين. نبدأ الفيديو كده بالصلاة على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. إن شاء الله هعمل معاكم النهاردة الدقة الخطيرة بتاعتي للفول. يعني هنعمل النهاردة الفول بتاعنا أحسن من بتاع المحلات مليون مرة بإذن الله. المقادير معايا هنا حبايبي: معلقتين كبار من الثوم المهروس، 3 معالق كبار من الهريسة بتاعت الطماطم المشطشطة، معايا نص كوباية من الزيت. الزيت ده يا جماعة كان متحمر فيه البصل بتاع الكشري قبل كده، أهم حاجة الزيت ده يكون متحمر فيه البصل، وكمان معلقة كبيرة من الملح، ومعلقة كبيرة من الفلفل الأسود، ومعلقة كبيرة من الكمون، وكمان حط 3 معالق من الخل الأبيض، وكمان نص كوباية مية وليمونتين كبار. هنخلط المكونات دي كلها مع بعض. بعد ما حطيت كل المكونات وخلطتها على بعضها هحطها معاكم هنا في برطمان اهو، واحفظها في الباب بتاع التلاجة. كل ما اعوز اجيب الفول هطلع من الدقة دي واحط على الفول. صدقوني والله العظيم جربوا الدقة بتاعتي دي هتعجبكم خالص، والفول بتاعكم هيبقى احسن، يعني احسن يعني من بتاع البغلي مليون مرة اهو. هعين بقى البرطمان بتاعي في التلاجة، وقت ما اعوز اعمل فول هطلعه، او ممكن تبقى تضاعف الكمية براحتك بقى، هتضاعف في الزيت وفي كل حاجة. يا رب بقى الطريقة بتاعتي حبايبي تعجبكم، وجربوها ان شاء الله هتعجبكم، وما تنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب للقناة. مع السلامة.